أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز الاستشهاد بالأمثال والأقوال التي اخترعها أرسطو وأفلاطون وغيرهم من الفلاسفة وهم كفار؟ إيش؟ يقول: هل يجوز الاستشهاد بالأمثال والأقوال التي اخترعها أرسطو أو أفلاطون وغيرهم من الفلاسفة وهم كفار؟ لا أدري عنها، ما أقول فيها إلا إذا سمعتها أو رأيتها، لكن الأمثال تقال، حتى العرب والكفار لهم أمثال مأثورة ومدونة، أمثال تقال عند المناسبات إذا لم يكن فيها شرك ولا كفر فلا بأس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.